السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حادث من حوادث الطائرات الغريبة حدث في البيرو بعد هبوط طائرة ركاب واصطدمت بسيارة إسعاف في مطار خورخي تشافيز قريب من العاصمة ليما عاصمة البيرو، وتسبب اصطدام الطائرة قلت اصطدمت الطائرة بعد هبوطها بسيارة إسعاف، وتسبب اصطدامها بقتل شخصين من طاقم الإسعاف، والحمد لله بسلامة نجا كل ركاب الطائرة وكل طاقمها بسلام والحمد لله.